كيحاولوا الناس ينسبوها للعلوم، بحال الاستفسار، بحال بزاف الامور بغي يجعلوها الناس من الامور المسلم بها، من الامور الثابته. ولكن نساو واحد الحاجه مهمه بزاف، ما حاولوش ينسبوها للعلوم، وهي ظاهره كتجري بزاف وكتسبق، وشحال خاصك باش تشدها، الا هي وظاهره السلوكيه، علم السلوكيه. يعني شكون تكلمنا عن العلم هذا؟ ما هو علم السلوكيه او السلوكيه؟ ولماذا الانسان بعض الاحيان كتهرب ليه السلوكيه او هو كيرخي السلوكيه؟ كاين دابا جوج الانواع في هذا العلم هذا ديال السلوكيات، كاين واحد السلوكيه كترخيها انت، وكاين السلوكيه الثانيه هي كتهرب لك. اذا ما هي خصائص السلوكيه اللي كترخي وخصائص السلوكيه اللي كتهرب لك؟ قبل ما نهضروا على الاستبصار وعلى الرقيه وبعض الامور اللي ما عاد فين مشينا بها بزاف، الناس باقي ما يعني باقي ما طلعوش للفضاء وحنا سبقناهم باش غير بهذاك المسائل. اذا خصنا نفكروا في هذا العلم هذا باش ما يضيعش لينا، حيث الا ضاع لينا العلم ديال السلوكيه يعني اللي كنرخيو والسلوكيه اللي كتهرب لينا، غيمشي لينا بزاف ديال العلم.